كابتن حشيش زي ما توقعنا الشوط الثاني هيكون شوط مغاير، قدر شباب النادي الاهلي كابتن احمد عبد الظاهر يجري تغييراته ونشوف شوط ثاني مختلف تماما. شوط ثاني مختلف خالص في كل حاجه. كان اهم حاجه فيها ان احنا قلنا على بعض الاخطاء وبعض الحاجات اللي لازم تتعمل وبعض التغييرات اللي لازم تتعمل في الشوط الثاني، منها طبعا تغييرات حصلت بين الشوطين ومنها بعد الشوط الثاني ما استأنفناه يعني. اللي اهم من ده كله واللي كنا مطالبين بيه ان هو لو ما فيش روح واصرار على المكسب، التعادل والمكسب، مش هنقدر نعمل حاجه. اللعيبه نزلت طبعا، واضح انها خدت دش محترم يعني من الكابتن احمد. شفنا لعيبه تانية خالص، شفنا تقارب في الخطوط، الاخطاء اللي كانت موجوده ابتدت تتعالج. خطوط بقت قريبه من بعض، بقى في استحواذ في نص الملعب، بقى في ضغط على اللعيبه، بقى في تحركات كتيره من غير كوره. الشوط الاولاني كان اللعيب بيجي له كوره بيقعد يستنى ويبص ويستنى لما الثاني يتحركوا، لا انا في تغييرات حصلت. الثغره اللي كانت موجوده ناحيه الشمال اتقفلت، ناحيه اليمين عندنا في الشوط الاول، ناحيه اليمين عندنا الشمال بتاعت بتروجيت. شوط جيد جدا جدا الشوط الثاني الحقيقه يعني، استغلنا فيه كل عناصر اللي بيتميز بها الفريق، سواء الاطراف ابتدت تشتغل ما كانتش يعني بتشتغل، الا يمكن ناحيه الشمال عندنا او الطرف الشمال اللي كان بيشتغل يمين كان عطلان شويه، ابتدى الطرفين يشتغلوا، بقى في اختراقات من النص، بقى في استغلال طبعا للكور الثابته، وفي طبعا جون جه من كورنر اتلعب من ضربه ركنيه اللي هو الهدف بتاع علي نادر من ضربه ركنيه. والحقيقه لا يعني شوط ثاني غير تماما شكل الشوط الاولاني، مكسب مستحق طبعا لفرقه النادي الاهلي.